على الهواء. ليش سكت اليوم على غير عادي؟ اليوم ما إلي جلد شيء، احكي أنت، دايما بتقول إني أكل لك حقك ومشترك لك دور، تركت لك دور كله إلك اليوم. تركت لي الدور أو مش عجبك موضوع اليوم؟ ما بحب كون بموقع الهجوم على الدراما اللبنانية، نحن مش عم نهاجم، نحن عم نقول وجهة نظرنا. وجهة نظرك وحدك، أوكي؟ أنا عجبتي الدراما مثل ما هي ما بها شيء. عجبتك؟ أو ما بدك تزعل حدا؟ إنه من كل عقلك هلا إذا شيء كم منتج شافوني وأنا مهاجم الدراما، شو مين حيفكر بعد يجيبني لعنده وفجر مواهبي؟ بتتخيل موقفي أنا عم مهاجم الدراما وبعد يومين بقلسة يشوفوني منبرز بشي مسلسل أو فيلم، شو رح يقولوا عني الناس؟ منفسم الشخصية بوجين؟ على أساس مش واضحة أبداً إنه بوجين نحن. يعني أنت بفهم منك إنه كل هالشيء كمان مصلحتك. لك 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 ابن الحرام، ما بتعرف المثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ شو وقفت علي؟ ستاند باي توب. مساء الخير. الدراما بلبنان ضايعة ومضيعتنا. شو هاللبنان الاكسترا اللي ولا مرة بتنقطع في الكهرباء؟ يلي طرقاته أحسن طرقات شجر نظافة لجوار لحفريات ولا عجقة سير؟ أخ من عجقة سير ما حدا بيجيب سيرتها. بكل مسلسل لبناني بنتعرف على بيك، بس سؤال، حدا منكن بعمره شاف له شي بيك؟ الله وكيل أكتر من كم بيك سياسي أنا ما بعرف، وحتى هم ما بنقدر نشوفهم. بس ليش الموزايك اللبناني ما بشوفه؟ ليش ما بسمع بيه لهجات جديدة، عادات جديدة، اتعرف على أكلات جديدة؟ هيش مزروكين بنوعية قصص وحدة. ما بدي بس شوف الناس الرقية، بدي الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، وين قصص اللبناني المعتر اللي مثلك ومثلي اللي عم يكدح كل نهار؟ بالنهاية هيدا اللبناني هو اللي جمهور الدراما، لأن ما بيرجع على البيت بيبقى بالبيت، ما معه يظهر ويسهر، مثل اللي عم تخبروا قصصهم واللي آخر همهم الدراما بلبنان. قلبتها الدراما، تصبحون على خير. كات. لك بحجتك ما بقى حدا حيفكر يجيبني لعنده.